اسعد الله صباحكم مشاهدينا الاحبه اينما كنتم، اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامج واحد من الناس اللي عودكم هذا البرنامج ميداني دائما. وبما انه بصراحه دائما صوتنا عالي بالحق وننتقد المشاريع وننتقد بعض البنى التحتيه اللي محطمه للاسف وما بيها الاعمار، فارتئينا اليوم طبعا بدعوة من وزارة الإعمار والإسكان والشركات الموجودة الآن، شركة حمورابي والشركات الأخرى اللي تابعة إلى وزارة الإعمار والإسكان. احنا اليوم في مكان يمكن بغداد، سولفنا قبل شوية بغداد اختنقت، يعني اختنقت القدرة الاستيعابية والطاقة الاستيعابية للسيارات داخل المدينة، يعني انتهت، يعني وصلت إلى مرحلة ما تقدر بعد تتحرك. فطبيعي دائما نجيب هذا الموضوع، ومن المشاريع المهمة اليوم احنا في سريع الدورة باتجاه اليوسفية اللي يربط هذا الشارع، يربط بشكل مباشر مع سريع بغداد إلى المحافظات الجنوبية. سولفنا عن قضية معينة وقضية ممكن بها ذات الاهتمام بإقليم كردستان، وسولفنا عن المشاريع اللي بها ردة فعل، المفروض تكون ردة فعل موجودة في بغداد. إيش عجب الطرق والجسور عندنا محدودة وعندنا مشكلة، يعني مشكلة بإعادتها، عندنا مشكلة بإعمارها، عندنا مشكلة بالمشاريع اللي تبنى جديدة. شنو ليش يعني؟ يمكن النقاش بهذا الموضوع راح تقولون والله بسبب الفساد مثلا، بسبب الإدارة، بسبب الوزارات اللي ما متعاونة، أسباب عديدة. لكن السبب الرئيسي لهذا الموضوع أنه هو التخطيط. أنا اليوم من أقبل على مشروع وأتبناه أنه أقول هذا مستقبلا بعد 3 سنوات أو 4 سنوات راح أشغل هذا الطريق وأهتم بقضية معينة بالطرق والجسور وأعيد هيكلتها وأعيد شغلها وأعيد البنى التحتية اللي خاصة بالطرق والجسور. طبعا بدعوة من الأخوة بوزارة الإعمار والإسكان اليوم إحنا موجودين وياهم وراح نرافقهم بشكل مباشر وبشكل واضح وبشكل ميداني وبشكل واقعي. احنا يمكن دائما نسمع المشاريع والمشاريع، لكن واقع الحال يختلف. احنا اليوم ارتئينا نكون واقع حال، احنا اليوم واقع حال بطريق الدورة اليوسفية اللي عبرك هذه المسافة مال علوة الرشيد وغيرها ويطلعك الى خارج بغداد، يعني بشكل مباشر يعني ارتباط هذا الطريق ايضا بشكل مباشر مع الطريق او جسر الطابقين اللي هو وسط الكرادة. الان الاخوة جاي يشتغلون ومشروعهم ماشي، ما عندهم مشكلة بالعمل ومستمرين بالعمل حسب المواصفات العالمية المطلوبة. واحنا يمكن سولفنا قبل شوية بتفاصيل، خلينا نشوف الاخوة. السلام عليكم استاذ علي. السلام عليكم استاذ علي، شلونك حبيبي؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. قواكم الله، قوا حيلك، عافيه، اهلا وسهلا ومرحبا، الله يديمك ويحفظك. كويس سولفنا بقضيه الطرق والجسور وهذا الطريق الحيوي المهم، وارتأت الشركات ان تعمل به والوزاره تعمل به. انا اريد اسالك والله استاذ علي عن المواصفات، يعني هسه اللي يشوف العمل خاف هذا مو بالمواصفات، خاف مو بالمواصفات المطلوبه عالميا، شنو الوضع؟ هذه المرور السريع تصميمه وتخطيطه يختلف عن الطرق العاديه من حيث المواصفات. الحقيقه المواصفات اللي بدنا نشتغل عليها هي من اعلى المواصفات، يعني المواصفات العالميه ستاندر باي مرور سريع. احنا هسه جنابك مثل ما تشوف بدنا نشتغل بالطبقه الاولى من الاساس القيري، سمك الحصى الخابط
بالمرور السريع 40 سنتيم، يعني طبقتين من الحصى الخابط تتنفذ طبقة أولى 20 سنتيم وبعدين تتنفذ طبقة ثانية 20 سنتيم. طبيعة الطبقة الترابية اللي بالأسفل هي مو مثل الطرق العادية، امباكمنت بمواصفات خاصة. الطبقة الأخيرة اللي هي سب جريد 1 والسب جريد 2 خلينا نتقدم، هي طبعا تكون بمواصفات ترابية عالية. احنا هسه من نشتغل ورا ما نكمل المرحلة الأولى مع الاستابلايزر نرجع طبقة ثانية مع الاستابلايزر، يعني راح تكون عند الطبقة الأولى 10 سنتيم والطبقة الثانية عندي 10 سنتيم، هاي 20 سنتيم أنا عندي أسفل طبقة أولى. بعدين أرجع أكتف الطريق بمرحلة الحصى الخابط، الدور أرجع أنفذ الطبقة الثالثة اللي هي البايندر، راح يصير عندي 28، وأرجع أضيف مع الطبقة سطحية 4 سنتيم 32 سنتيم. 32 سنتيم من الاسفلت شيء كلش كبير، ما يتنفذ بالطرق العادية، يعني معدل الاسفلت بالطرق العادية خلينا نقول بالماكسيموم يوصل 20 سنتيم، بينما هنا 32 سنتيم. هاي الشغلة الأولى من حيث التصميم. من حيث التنفيذ ونوعية المواد المستخدمة، نفسه هو هذا الأجريجيت اللي نستخدمه الحصو والرمل، إلى فرق من حيث درجات التكسير، من حيث قوة التآكل الميكانيكي، الفحوصات، المواد الكيميائية. يعني المواطن العادي من يشوفها للوهلة الأولى هو يشوفها نفس الحصواية، يشوفها نفس الرمل، يشوفها نفس الإسفلت، بس هو طبيعة الفحوصات ونوعية المادة المصنفة والمختارة تختلف ما بين المرور السريع. احنا دا نشتغل بمواصفات المرور السريع، اكو مانيوال خاص بالمرور السريع من حيث المواصفات يختلف عن المواصفات اللي عاديا نشتغلها بالنسبة لباقي أنواع الطرق والجسور. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية، ورا ما تكمل الطريق احنا ساعدنا الطريق تكون مثل ما تعرف جنابك من 4 مسارات اللي هن 2 مين رود و2 سيرفيس رود. هسه احنا بدنا نشتغل على المين رود الجانب الايسر، هسه حصى خابط بعدين تنتقل الفارشات تشتغل على الجانب الايمن، عندنا مجموعه من الطرق الخدميه. اصلا هذا الطريق بالكامل هو راح ينحجز بمجموعه من الحواجز الخرسانيه والاسيجه المعدنيه على مود تمنع حركه الناس، تمنع حركه السابله، اجل الله السامعين الحيوانات ما بين جانب الى جانب. اما حركه المواطنين وحركه السيارات ما بين القرى ما بين المنشات راح يكون عن طريق السيرفيس رود اللي هو بعرض 9 امتار، يعني طريق خدمه من الدرجه الاولى، وراح يكون عن طريق مجموعه من الاوفر باصات الجسور اللي هي ناقله لحركه ما بين الجزء الايمن والجزء الايسر، بالاضافه الى موجوده تقاطعات بدايه المشروع بدايه المشروع، بالاضافه الى مجموعه من الاندر باصات، طبعا سلسله كلش كبيره من القناطر الاروائيه، عدد كلش كبير من الدكتات اللي تتحول، يعني مثل ما تشوف جنابك المنطقه محاطه بعدد كلش كبير من ابراج الطاقه الكهربائيه ونقل الطاقه والمي. هاي كلها اشتغلناها بجهد جهيد من اجل اندر جراوند، يعني اكثرها هسه هي عبر اندر جراوند بدكتات مي كهرباء. فانت بهالوضع احنا نشوف اعمال نهائيه، بينما هي بالحقيقه اكو بنيه تحتيه كلش كبيره هسه ماره بالاسفل قدمت الخدمات للمواطنين ان شاء الله. استاذ علي انت انطيتنا هسه بخلاصه، بس انا عندي بعض النقاط لازم نسولف فيهن. احنا اول بدايه خلينا نقرب للشارع حتى صوت الماكينه. يمكن يعني احنا عندنا معاناة بالطرق والجسور بشكل كبير جدا، واحنا قبل شوية تحدثنا بيها وتحدثنا عن الاساليب اللي موجودة المفروض الدولة تقوم بيها، هي المحاسبة واصحاب سيارات الحمل اللي الحمل غير المعقول، وبالتالي احنا اوكي احنا لحد الان عندنا مواصفات عالمية ما عندنا مشكلة، بس احنا المشكلة ابو التريلة والحمل الثقيل، هذه خليتوها لها نقاط لو خلاص ما تناولتوها نهائيا. مثل ما تفضل جنابك، الطريق هو وجد لخدمة المواطن بالدرجة الأولى، وبالتالي الحفاظ على الطرق هي مصلحة عامة. يعني مثل ما المواطن يطلب من الدولة أن الدولة تسوي له طرق، مثل ما يقع على عاتقه الحفاظ على هاي الطرق. احنا على مود نحافظ على هاي الطرق لازم نسيطر على الحمولات المحورية اللي تسلك الطريق. السيارات العادية الصغيرة خلينا نقول السيارات الشخصية، سيارات الحمل البسيطة، هاي السيارات ما بيها تأثير على الطرق. المشكلة بالحمولات العالية وأيام درجة الحرارة العالية. إن شاء الله احنا طبعا عندنا مجموعة من القوانين اللي هي قانون الطرق العامة والقوانين الخاصة. اكو خطط جديدة للسيطرة من خلال مجموعة من الموازين من أجل السيطرة على الحمولات موزعة على كل الطرق بالعراق.
بإذن الله من تكتمل هذه المجموعة وتشتغل كلها كسلسلة واحدة، نأمل أن نسيطر يعني بصورة مباشرة على الأحمال، وإحنا نحتاج إلى تكاثف جميع الجهود من جميع دوائر الدولة، يعني من حيث أهم شيء الطرق الخارجية أن تسيطر لنا على الحوادث اللي تصير، يعني كثير من الناس من الممكن أن يصير عنده حادث على المرور السريع وتشوف يعلق لفة أطار على المرور السريع ويتلف لفة مساحة كلش كبيرة بدون ما يعرض أهمية مالته، من الممكن أن يتلف الحواجز الخرسانية أو نيوجيرسي أو يؤذي الطريق بصورة معينة وبعدين راح يسبب مشاكل بغيره، فالحفاظ على الطريق هي مسؤولية تكاملية. مسؤولية تكاملية. استاذ علي اخذ راحتك وانا هم راجع لك. عادة احنا بشكل او باخر، لانه انطيت الاستاذ علي مساحة يتحدث بها، لكن الالتزام ايضا بعض الاخوة الزملاء الصحفيين ايضا ياخذون رأيه بشكل او باخر، لانه مهندس وايضا ذات اختصاص. عموما احنا المواصفات، والاخوة اللي تحدث قبل قليل استاذ علي عن المواصفات العالمية المطلوبة، وبالتالي هذا واقع الحال. احنا دائما بصراحة في اغلب الحلقات نقول يا بتر الواقع، خصوصا في مواضيع الخدمية اللي واحد من ضمنها الموضوع الخدمي الان، اللي الطرق والجسور والشوارع الرئيسية، شوارعنا الرئيسية بس منهارة، شوارعنا الرئيسية مداخل بغداد يعني وضعها بصراحة ما يسر، يعني لذلك انه لازم نتحدث بها بهذه القضية تحديدا. نشوف استاذ سيف. السلام عليكم، حياكم الله. شلونك استاذ سيف؟ شو اخبارك؟ الله يخليك. شلون صحتك؟ الله يسلمك. اليوم متعبناكم وياك. لا بالعكس، حاضر. الله يخليك. الله يخليك. انا تحدثت مع استاذ علي بشكل من الجانب الفني والهندسي والمواصفات اللي موجوده بهذا الشارع والطريق الرئيسي. انا اتحدث عن اهميته بالنسبه لبغداد، شنو اهميته وشنو موقعه الى بغداد؟ راح يفتح لنا شوي نتنفس في بغداد لو طريق خارجي ما محتبر يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حسب توجيهات المهندسه نازنين محمد وسو وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، تقوم شركات الوزارة المتخصصة في مجال الطرق والجسور بتنفيذ هذا المشروع، مشروع طريق الدورة يوسفية. هذا المشروع مهم واستراتيجي، وهو من أولويات المشاريع في الوزارة لعامي 2020-2021. هذا المشروع بطول 14 كيلو ونص، مهم جدا لفك الاختناقات وتخفيف الزخم الحاصل بين مداخل بغداد من جهة طريق المرور السريع رقم واحد، وبين طريق الدورة اللي يربط مع جسر ذي الطابقين وجسر المعلق. هذا الطريق راح يفك الكثير من الاختناقات والزحامات اليوم الموجودة في شوارع بغداد. وتيرة العمل متصاعدة، العمل مستمر في أيام الجمعة والعطل الرسمية. برنامج تقدم العمل الفعلي هو أعلى من برنامج تقدم العمل المخطط إليه. تم حل جميع المشاكل والمعوقات للأمانة بمتابعة حثيثة من معالي الوزيرة، تم التغلب على جميع المشاكل والمعوقات. اليوم مثل ما تشوفون حضراتكم، إحنا صار أكثر من شهر باشرنا بأعمال التبليط، باشرنا بأعمال تبليط طبقة الأساس. طبعا الطريق بمواصفات طرق المرور السريعة اللي يتكون من طبقتين أساس وطبقة رابطة وطبقة سطحية معالجة بمادة البوليمر. إن شاء الله نعاهد أهلنا وناسنا أنه هذا المشروع ينجز في عام 2022 في شهر الثامن كما مخطط له إن شاء الله. واحد يسأل عن الكلفة تقريبا. الكلفة للأمانة هو كلفة السابقة كانت بحدود 90 مليار، بعدين بعد أوامر الغيار تدرك كان عندنا هنا في هذا الطريق الكثير من التعارضات مع القطع الزراعية، مع أعمدة نقل الطاقة الكهربائية، وأيضا أعمدة توزيع الطاقة الكهربائية، فازدادت يعني مع حل هذه المشاكل والمعوقات ازدادت الكلفة بحدود يكون إن شاء الله بحدود 150 مليار دينار عراقي. لكن أهمية هذا الشارع كشارع استراتيجي هو أهميته أكبر بكثير من المبلغ المصروف عليه. طيب. أستاذ سيف، قبل شوية أيضا حكيت ويا أستاذ علي،
بموضوع احنا تناولناها قبل شويه من كنا قاعدين، وهي لازم نسولف فيها. يعني انا قلت له انه اوكي احنا عندنا طريق بمواصفات، طريق راح يفك ازمه، لكن احنا عندنا مشكله ماكو تطبيق للقانون بطريقه انه الحمل، سيارات الحمل هذه تقع على عاتقهم، لو على عاتق دوائر المرور، لو شلون نريد نوصل الحل حتى نقدر نتواصل مع وجهاء الحل. امانه اهم مشكله تلاقينا باعتباري مدير عام لشركه اشور العامه للمقاولات الانشائيه، شركه متخصصه في مجال الطرق والجسور. اليوم من اهم المشاكل اللي تواجهنا في طرقنا في داخل العراق هي مشاكل الاحمال الزائده اللي تاثر على جميع الطرق. نحتاج اليوم طبعا الى تشريع قانون بفرض غرامات بحجز مركبات للمركبات اللي تتجاوز الحموله المخصصه لها. احنا اليوم اذا نريد نحافظ على طرقنا لازم نفعل هذا الموضوع، حتى الطرق اليوم يعني تدري هي من مميزات المدن الحديثة والمتطورة أن يكون عندها شبكة طرق ممتازة. فإحنا نأمل إن شاء الله وأكو تحرك جدي لهذا الموضوع لتحديد الأوزان والأحمال بالنسبة لمركبات الحمل، وهذه طبعا المسؤولية هي تقع على الجميع، مسؤولية ما نحدد لكن لجهة معينة، لكن المسؤولية تقع على الجميع للمرور ومداخل المحافظات وطرق، مسؤولية تقع على الجميع. وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله في يعني خلال العام المقبل يصير تشريع قانون يحدد موضوع الأوزان. مشكلة أستاذ سيف السوالف هواية، أريد أسولف أستغل وقتك وياي، يعني الله يخليك تحملنا يعني تحملنا الأسئلة أستاذ سيف. يعني المواضيع اللي دائما يعني أنا ميدان برنامجنا، وتعرف إنه حكي الناس دائما أتواجد مع الناس بشكل أو بآخر، ونجيب طاري مداخل بغداد عندنا بها مشكلة من جهة يعني جهة الطرق الغربية اللي شوية بيها معاناة، وماكو مشكلة أيضا طريق بغداد كوت بي أيضا مشاكل هواية، وعندنا بعض الطرق اللي بيها مشاكل، لكن أتحدث عن مداخل بغداد تحديدا. أكو خطة لإعادتها، إعمارها، لوضع قانون إلها لو تبقى على هذا الشكل؟ يعني تدري هو طبعا حسب قاطع المسؤولية، مو كل الطرق مسؤولة عنها الوزارة أو مسؤولة عنها دائرة الطرق والجسور. بالنسبة لمداخل بغداد هي يعني من مسؤولية محافظة بغداد، فهي مسؤولة، لكن احنا بالآونة الأخيرة صار اكو لقاءات واجتماعات بتوجيه من السيد رئيس الوزراء وبتوجيه من معالي الوزيرة بعمل اجتماعات مشتركة من اجل تحسين مداخل بغداد. ان شاء الله تمت إحالة مشروع مداخل بغداد من جهة الكوت، راح تكون هذه بداية للعمل في جميع المداخل الموجودة. اما بالنسبه للطرق الموجوده اللي تكلمت عنها، مثلا طريق الكوت، اكو عندنا طرق موت في العراق الان، الناس يسموها طرق الموت. احنا اليوم كوزاره يعني باذلين جهد ومباشرين بمشاريع لطرق الموت، ان شاء الله يعني طرق السلامه الكل اهلنا وناسنا. يعني اليوم احنا كوزاره كشركه اشور مباشرين بطريق الموت، يعني اللي هو طريق بتيارة فجر آل بدير، الان عندنا عمل انشاء ممر ثاني اليه، عندنا طريق رمادي حديثه ايضا مباشرين بعمل ممر ثاني اليه، عندنا طرق اخرى في السماوه باصره ايضا مباشرين بعمل ممر ثاني لهذه الطرق. هذه الطرق كليتها والمشاريع قيد الانجاز، ان شاء الله بعد ان تنجز حسب برنامج تقدم العمل المخطط لها ان شاء الله راح تنتهي طرق الموت الموجوده في العراق. بتيار الفجر، خليني بهذا لانه هذا طريقي انا رايح للبيت جايبي، هذه مشكله بالنسبه للجنوب والناصريه كلها تحكي به، هذا طريق الموت يوميا، اذا مو ثلاث حوادث او اربع حوادث ما يتم. يعني كوزاره وكشركات موجوده مستمره بعملها، عندكم مشكله بالمواصفات؟ لو ليش هذا البطء يعني بهذا الشارع؟ صار له اكثر من سنتين تقريبا، وشنو السبب يعني التاخير؟ طبعا انا احكي لك احد المقاطع اللي موجوده في هذا الطريق هو محل الى شركه اشور، الى شركتنا 40 كيلومتر.
اليوم العمل بيه بوتيرة متصاعدة يوميا. احنا حاليا تم اكساء الطريق بطبقة الاساس بحدود 20 كيلومتر يوميا، يعني معامل اللي دا تعمل هناك يوميا انتاجنا 1400 طن اسفلت، وهذا طبعا فد كمية كلش هائلة. العمل دا يجري بوتيرة متصاعدة، نوعدكم انه هذا المشروع انجازه راح يكون سريع، لكن تعرف هو الطريق طويل يعني، لكن هو مقسم الى مقاطع. هسه حاليا المشاريع اللي احيلت اللي موجوده مباشرين بالعمل بيها تسير بوتيره متصاعده، اما المشاريع الاخرى ان شاء الله على تخصيصات 2022 يعني دائره الطرق والجسور. هذا طريق بتيره فجر ال بتير، وطريق امانه طريق الفجر ايضا، هذا كله تخلي ان شاء الله من ضمن تخصيصات موازنه 2022 يعني دائره الطرق. بعد اعتقد بعد اسبوع او اسبوعين راح يحال ايضا مقطعين من هذا الطريق ان شاء الله. نتمنى انه هذه الطرق كليتها تكون طرق ممتازه، ونوعدكم خلال سنه سنتين ان شاء الله انه يتغير واقع حال طرق الموت ان شاء الله. يسلمكم، الله يسلم. المهندس سيف سامي العسافي، مدير عام شركه اشور العامه للمقاولات الانشائيه، شرفتونا وحياكم الله. الله يديمك، الله يحفظك. يعني يمكن احنا تحدثنا مع استاذ سيف، اخذت منه وقته هواي والزملاء ايضا ينتظرون، لكن بشكل او باخر انا حتى نكون منصفين، الوقت اللي اخذته مع استاذ سيف يمكن سبب لي ارباك ويا الزملاء الصحفيين الباقين. طبعا تحية حب وتقدير لكل زملائنا الصحفيين اللي موجودين لان اخذت من وقتهم. عادة انا اتحدث عن طريق يعني اللي الطرق اللي هي عادة خارجية، وبالتالي الطرق الخارجية دائما تكون هي الدولة اللي تعتمد اعتماد عليها بشكل مباشر، لانه تشوفها انه هي السبيل لتهيئة الوضع بشكل افضل مما يكون انه طريق يعني مو بهالمواصفات. عموما طريق البتيره قضاء الفجر والفجر تحديدا يعني مداخل هذا القضاء تحديدا بمشاكل هوايه، والمشاكل انا طرحتها على استاذ سيف اللي هو مدير الشركه اللي الان تقوم بعملها داخل قضاء الفجر وطريق بتيره، وبالتالي هذا ينعكس انعكاس جذري على انه الاهتمام اللي لاحظته الان الاخوه، الاهتمام الكبير من الاخوه بالشركه حتى على الاقل انه يكون بواقع حال ويكون العمل مستمر به، ويكون العمل ذات اهميه بالنسبه لهم للشركه ومن اولوياتهم العمل وانجازه. وبالتالي زميلي علي خلينا نشوف مثل ما تلاحظون العمل مستمر بهذا الطريق. يعني تحدثنا عن الكلفة، تحدثنا عن تفاصيل العمل الميداني اللي موجود، وتحدثنا أيضا عن قضية مهمة بالنسبة للمشاريع والطرق بداخل بغداد. أيضا احنا بصراحة حتى ما نذب اللوم كله على الأخوة بوزارة الإعمار والإسكان، لا، لأنه القضية بها تداخلات من ومسؤوليات محدودة من قبل أيضا المحافظة، مثلا أمانة العاصمة، الأخوة بالمرور، دوائر المرور. أغلب الدوائر هي يكون العمل بها يعني بمساعدة وبمساندة الدوائر الأخرى اللي تابعة واللي هي تقدم خدمة. يمكن تحدثنا قبل قليل عن موضوع مهمة أيضا، موضوعة أنه الطرق اللي موجودة في إقليم كردستان والطرق اللي يسمونها الحلقية اللي تفتر هي المنطقة، يعني تتجول بالمنطقة أو مخارج المنطقة بشكل أو بآخر وتكون بمواصفات عالمية. هذا أيضا من ضمن المشاريع اللي موجودة اللي الآن تحدث بها استاذ سيف وقال يا يمكن في الاعوام القادمه راح يكون عندنا، هو موجود لكن يكون عندنا تاهيل لهذه الطرق حتى تفك الزخم وتنطي فسحه من المجال
للاختناقات المروريه. هسه يمكن دوائر المرور نسولف وياهم بالطريقه هذه يقول لك احنا عندنا يعني طرق داخليه صار لنا عمر عليها ومن ذاك الوقت لليوم لا توسعت ولا صار بها ذاك الاعمار، لانه هو واقع الحالي ترجم لك بهذه التفاصيل. وقدره التحمل الشارع اليوم هم اصبحت بشكل لا يطاق بصراحه، لانه الحاله اصبحت يعني خارجه عن القانون، لانه الشركات السيارات اللي الان تجلب هذه المئات الالاف من السيارات الى داخل بغداد، والشركات الى داخل بغداد تكون بكثره، وبالتالي انعكاس مباشر على حركه المرور وحركه السير وحتى على المواطنين نفسيا جانب نفسي. عموما هذه يمكن عده جوانب نتحدث بها، لكن بهذه التفاصيل تحديدا من تريد تذكرها وتذكر بشكل او باخر عن قضيه مشكله ازليه، يعني مشكله صار لها 18 سنه او 20 سنه وما تحل وتحل بطرق جديده الان، لا عندنا امل نقول بلكي الله انه تمشي تستمر على هذا المنوال وتنحل هذه المشاكل بالشكل اللي يليق في بغداد والشكل اللي يليق بعاصمه العراق. عموما طبعا تحدثنا احنا ايضا من خلال الاستاذ علي قبل قليل تحدث عن ممر يكون للسير او الخدمي، الاتجاه الخدمي اللي تلاحظون اللي الان الاخوه ايضا العمل مستمر به بشكل او باخر. وهذا بصراحه هذه التفاصيل تحديدا طبعا الاخوه يلتقطون الصوره يعني التذكاريه. استاذ علي احتاجك حبيبي. استاذ محمد السلام عليكم، شلونكم؟ زينين؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. الله يحفظك ويحفظك. الله الله يخليك. احنا خلينا نكون شويه قريبين لهذا الشارع الخدمي ونحكي عن تفاصيله. نحكي عن تفاصيله بشكل او باخر. من الجانب الفني استاذ محمد، من الجانب الفني احنا تركيزنا كان بالدرجه الاساس بالبدايه على المين رود الطريق الرئيسي. الحمد لله والشكر من قدرنا نوصل مرحله انه وصلناه لطبقات الحصى الخابط، والحمد لله والشكر طبقات الاساس القيري اللي حاليا دا نفرش بيها. رجعنا نكمل التركيز مالتنا بعد ازاله التجاوزات اللي كانت بالشارع على الطريق الخدمي حتى يكمل ان شاء الله المشروع بوقت متزامن، انه الطريق الرئيسي زائد الطريق الخدمي. لان هذا الطريق انت تدري يعني به خدمه كبيره للناس خصوصا اهل بغداد وربط بغداد بالمحافظات الجنوبيه وبالمحافظات الغربيه، فراح يكون له اثر كبير. صار عندنا دعم قوي من مجلس الوزراء ومن معالي السيد الوزير وباشراف مباشر من السيد مدير عام شركه اشور التوجيه انه هذا المشروع يكون له اولويه بالعمل. فمثل ما تشوف انت العمل على قدم وساق بال طريق الخدمي، اعمال ترابيه والحمد لله والشكر عندنا مكانات راح نوصل بها طبقه السبويس. اما الطريق الرئيسي لا الحمد لله راح نكمل حصو خابط فرش بعد ما كملنا الطبقات الترابيه والاعمال البنى التحتيه من قناطر صندوقيه قناطر انبوبيه. اي نعم نعم، وهي كانت هاي اكبر معوقات قاطع مال شركه اشور، لانه بي انهر هوايه، فانت شلون تضمن هاي الانهر بحيث ما تقطع هذا الجانب عن هذا الجانب من الحصة المائية لوزارة الري. اي هذا اخذ من عندنا وقت كل هواية بالعمل، لكن الحمد لله وشكرا انجزناه وكملنا الطبقات الترابية الفوقة الحصو الخابط، وهسه الحمد لله وشكرا الاساس القيري ده تشوفونه ده نبلطه وان شاء الله نكمله خلال الفترة الزمنية المحددة. احنا استاذ محمد احنا بصراحة انا دائما من اسولف الوم، يعني اذب اللوم على مثلا وزارة الاعمار، اذب اللوم على البلديات، اذب اللوم على المرور، يعني بس احنا من نجي لواقع الحال ونشوف واقع الحال اكو عمل واكو شغل، لا والله نقول لا احنا يمكن شوية استعجلنا بالحديث. لكن انا اتحدث عن عمل اليوم. نعم. العمل الميداني والعمل اللي تقوم به الان الشركات اللي موجودة وانجاز لهذا الطريق، هسه احنا الانجاز ممكن عندنا طرق ممكن تعبانه هوايه. زين انتم عندكم هسه اليه على الطرق الحلقيه اللي سميناها قبل شويه اللي سولفنا بها، مثل ما سولفنا قبل شويه قلنا اقليم كردستان. نعم. اربيل بالضبط. هذه ليش ما تصير عندنا احنا؟
يعني اختناقات مرورية صارت أكثر من اللازم، يعني إيش عجب الالتفاتة إلها؟ أكو عندكم نية لو؟ إحنا نتمنى، إحنا كشركة آشور شركة منفذة، أي إحنا إذا الأمر قدر تعلق الأمر بينا إحنا مستعدين، وإحنا حسب علمنا إنه أكو مخططات للطرق الحلقية في بغداد، لكن يراد لها رصد مادي، يراد لها تخطيط، هي المخططات موجودة لكن يراد أكو دعم حقيقي وتوجه حقيقي للعمل بيها. وإحنا إذا وكل الأمر شركة عاشور أكيد نكيف، لأن هاي خدمة الله يخليك ويسلمك. لا إن شاء الله شركات الإسكان كلها ما تقصر، الله يخليك وبيكم البركة إن شاء الله، الله يحفظك، الله يخليك، تحياتي لكم، الله يحفظك. يمكن الجانب أيضا هذا الخدمي نتحدث به أيضا من الجوانب المهمة، لأنه بصراحة الشركة ارتأت أنه يكون الطريق الطريق الخدمي مع الطريق الرئيسي بشكل وبعمل متواصل مع الطريق الرئيسي، وهذا جيد لأن حتى العمل ينجز أو الشارع ينجز بتفاصيله. هي المشاكل هواية، المشاكل اللي تتعرض لها الشركات، مثلا على سبيل المثال الشركات اللي الآن تقدم هذه الخدمة وهو واجبهم، الناس من تسمع واجبهم، فعلا هو واجب، بس لازم احنا ايضا الدعم اللي لهم يوجه ايضا لازم يكون مستمر، والتوجه لهم بشكل او باخر، والوقوف معهم حتى على اقل الدعم المعنوي يحتاجونه عموما. لكن هسه مع عمل ميداني، هسه احنا اليوم بعمل ميداني، وهذه دعوه لكل الوزارات، اذا عمي اكو مشاريع والله وتبنى يا ريت نكون وياكم، يا ريت نشوف بعيوننا حتى نقدر نسولف. احنا ما نريد المشاريع تكتب على الورق فقط، ولا نريد المشاريع اللي تكون داخل فقط داخل يعني اروقة الوزارة، انه اكو فلان مشروع واكو فلان شغل واكو فلان قضية. لا، احنا اللي نحتاجه انه العمل الميداني، العمل الواقعي، الإنجاز الواقعي، يعني من ننزل للشارع أقول يابا ترى أنا شفت بعيني هذا العمل، وهذا هو اللي إحنا نريده واللي نتمنى. هذا الجانب أيضا مهم مع الأخوة المواطنين اللي الآن يعني بجانبي الطريق، يعني هذا راح يكون مرور سريع، ويمكن بعض الناس تتخذ من المرور السريع يعني جانب لإحياء المنطقة، جانب لإحياء المدينة. حياك الله، تفضل حبيبي، شلون قلبك؟ شو اخبارك حبيبي؟ الله يا مرحبا، يا اهلا وسهلا، شكم ما تعب؟ اهلا وسهلا. لا الحمد لله ان شاء الله، التعب بالنسبة لابناء بلدنا راح ان شاء الله، ان شاء الله والانجاز اذا قدام عيوننا ماكو تعب. لا ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. مساء الخير، انا رئيس مهندسين دراي الظاهر احمد، مدير مشروع دورة يوسفية قاطع حمرابي. حياك الله، وسهلا بك. شركة حمرابي هي معروفة التابعة إلى وزارة الإعمار والإسكان، ومن ضمن الشركات المهمة، وبالتالي احنا أريد أسولف أنا عن قضية أستاذ دري. القضية الآن احنا مثل ما يقول احنا ولد المنطقة ونعرف مناطقنا. القضية كالتالي تتعلق بالطرق الخارجية، احنا بصراحة لأنه طريق خارجي، لأنه حيوي، لأنه مهم، لأنه بتفاصيل هواية، لأنه ناس جاي تروح عندنا بالمئات للأسف، وعندنا هواية طرق خارجية تعبانة. هسا احنا متفقين على أنه المواصفات طبيعية، ومتفقين على أنه المواصفات عالمية، والشغل مستمر بجيد، لكن أنت اللي يواجهك بعد الإنجاز، اللي يواجهك عندك الحمل، عندك الناس اللي عبور الناس، عندك عبور العجلات بشكل أو بآخر الجانبي الطريق وسريع، هذه حسبتوا لها أستاذ دريد لو ما حسبتوا لها؟ حقيقة أستاذ عزيز، إحنا نعمل وفق مخططات معدة لهذا الغرض، فهو الغاية أنه أنت شنو الفائدة أنه تعمل وأنت ما مخلي حلول أو بدائل؟ هي بالنتيجة هذا المشروع مثل ما تفضل جنابك هو خدمة للصالح العام، كونه طريق استراتيجي، وبالنتيجة راح تكون عندنا أولوية أنه نلبي حاجة مستخدم الطريق، اللي هو من خلال أنه توفير شروط السلامة،
من خلال انه ايجاد الحلول من خلال جسور المشات بين منطقه ومنطقه، من خلال الجسور الحقيقه اللي تنقل العجلات. تعرف انت جنابك هذا الموضوع حيوي صراحه، فاكو عندنا لكل مقطع الدراسه الخاصه به من خلال الكثافه السكانيه اللي موجوده ومن خلال متطلبات هذا المقطع. فحقيقه انت اليوم من تجي تشوف، يمكن اليوم احنا بلشنا في قاطع حمرابي في حفر اسس جسر المشات اللي هو بالمحطه 1375، طبعا واكو مجموعه جسور ايضا راح تشوفوها ان شاء الله على مدار على مدار فتره انجاز المشروع. فهذا اكيد وضعي في نظر الحسبان، لان هي يعني الاساس هو خدمه المواطن، فانت ما ممكن تسوي طريق انت وما عندك عبره من هناك، فكيف انت تسوي طريق يعني حقيقه؟ فهي موجوده ضمن المخططات. واضافه الى ذلك، اذا عرف جنابك انه هاي التصاميم المعده هي قديمه يعني بالسبعينات، فالمنطقه صار بها تطور عمراني، بدات تزداد عدد السكان، متطلباتهم بدات اكثر، فهذا خلانا انه احنا ودائرة الطرق والجسور والتصاميم ان نلقي الحلول لمواكبه هذا التطور العمراني. وحقيقه يعني اعتقد انه الطريق والامور اللي موجوده به واللي خليناها راح تكون هي نقله نوعيه حقيقه. يعني انا دائما اقولهم راح تتكحل عيون بغداد بهذا المشروع، لانه طريق استراتيجي. لا تاكد، ليس تتمنى استاذ، لأن اتمنى، لانه تدري ليش تتمنى استاذ؟ والله افهمك، لانه المواطن وصل الى حاله يقول لك مشروع صار له كذا سنه لحد الان شنو ليش؟ على الرغم جنابك احنا نقول مشروع دوره يوسفيه، لكن هو مو مشروع واحد بحد ذاته. يعني انا مرات اقرا تعليقات هو مجموعه مشاريع. يعني انت اذا عرفنا انه 14 جسر، يعني احنا اليوم اذا ينحال جسر نقول مشروع، اذا تنحال قناطر نقول مشروع، فما بالك انه هاي كلها مجموعه في مشروع واحد. يعني فهو يعني مجموعه مشاريع في مشروع دوريس فيه. يعني اذا يمكن اذكر لك حاله من الحالات، يعني فقط التعارضات اللي موجوده في هذا المشروع اعتقد كلفت كذا مليار من قبل الوزارات المعنيه لغرض رفعها، يعني إدارة الكهرباء، إدارة الموارد المائية، الاستملاكات، المواطنين، المزارع. فتعرف هاي مو عملية يعني مو سهلة حقيقة. يعني مو طريق مثلا 14 كيلو 15 كيلو بس تبلط ممكن تنجزه بشهر أو شهرين. يسأل المواطن يقول لك هذا شنو الشيطات له؟ هو لا، هو مو هاي العملية. عملية هي عملية يعني بها مجموعة مشاريع ومجموعة وزارات داخل وزارات بها بالضبط، وتعرف أنت الروتين اللي موجود. وبالنتيجة رغم هذه الأمور اللي أتكلم لك إياها، الجانب المشرق أنه القطار قاعد على السكة، أنا أقدر أسميه فبدأ ينطلق. وده تشوفون أنت بسرعة، يعني إحنا اليوم يعني قاطع حمرابي يعني خلص تبليط، انتقلنا لقاطع عاشور، اليوم إذا تطلع القاطع الثاني قاطع الصيفي أعمال تبليط حاليا موجودة به جنوب بغداد، كمل أعمال التبليط فقط أعمال المجسرات. بالنتيجة كانت أكو قفزة نوعية يعني. وأكو فد مسألة أيضا مهمة، عندما يكون المسؤول متواجد في موقع العمل راح ميداني، راح أولا يكون عن قرب، بالنتيجة تكون أكو سرعة في اتخاذ القرار. وإحنا اللي إحنا حقيقة السنين السابقة كنا نفتقر لهذا الموضوع. اليوم أنت مثلا السيد مدراء العامين موجودين، السيدة الوزيرة موجودة، يعطيكم الدعم لا زيارة إنه أعلى مستوى بالدولة اللي هو رئيس الوزراء والأمين العام. حقيقة يعني خلفت فتحافز من خلال الإعازة لبقية الوزارات والتنسيق فيها لدفع عجلة المشروع إلى الأمام، وهذا اللي حاصل أمامكم وأمام منظركم. فضلك يا لا العفو احنا بالعكس اكو نقطة يعني أنا غافل عنها، أيضا الإعلام إلى دور يعني حقيقة في إبراز يعني الجهود الناس اللي تشتغل، وإحنا اعتبرها فعلا هي السلطة الرابعة. يعني إحنا ما نقدر إيش نحكي، هي السلطة الرابعة. واجبنا نكون قريبين منكم، واجبنا هذه الحقائق نطلعها، وواجبنا انه مرات في بعض الاحيان ننتقد، واجبنا لتقويم العمل فقط لا غير. هو تقويم، انا اعتبره تقويم، لانه دائما الانتقاد الايجابي هو وانتم ان شاء الله اهل ان شاء الله لتقييم كل ما تشوفوه، لان اكيد انتم عين المواطن. ف يعني مشاكل المواطن استاذ دريد ننقلها بشكل واقعي بالله الكريم، لانه هذه واحده من المشاكل، هذه الطرق الخارجيه هي واحده من المشاكل. واحنا مثل ما سولفت قبل شويه مع استاذ سيف، والرجل اعطانا بتفاصيل دقيقه جدا، وتطرقنا حتى طرق مو في بغداد، بعض المحافظات وذكرها الرجل. احنا بنكون ميداني وواقعي ونوصل الرساله، وهذا اللي يريده. والله استاذ انا دائما اقول انه حضاره اي دوله اذا تريد تشوفها انظر الى طرقها، هاي مقوله قديمه زين، فما بالك انه هذا العراق اللي حضارته الاف السنين.
يعني فيفترض انه الطرق تكون بمستوى حدث وبمستوى الحضاره اللي كل العالم يعرفنا بها. انا ممنون شكرا جزيلا. حياك الله يا طيب. حياكم الله استاذ. شلونك يا طيب؟ شو اخبارك حبيب؟ شلون عافيتك؟ عليكم السلام. شلون مهندس فاضل عدنان فاضل مسؤول قاطع شركه داشور في ذات الموسم مقيم. اهلا وسهلا. المقطع استاذ يطول كيلوين ونص، فحاليا ان شاء الله الاعمال متواصله ومستمر بها، ودخلنا باعمال النهائي للتبليط ان شاء الله. بلطنا تقريبا كيلو 100 الجانب الايمن والجانب الايسر، ومستمرين ان شاء الله بالتبليط. وعندنا ايضا وصلنا طبقات يعني مستوى جيد بالطريق الخدمي الغربي اللي قاعد نشتغل به ان شاء الله. فاحنا قاطعنا ان شاء الله مستمر بالعمل وبصور متواصله، وان شاء الله نخلصه قبل المده ان شاء الله. ان شاء الله موفقين. يمكن احنا تحدثنا مع استاذ دريد والاخوه اللي قبلك، قالوا العمل ميداني ومدير ويعني ويمنا ونشوفه ونحل المشاكل بشكل سريع جدا. طبيعي يمشي الشغل، يمشي العمل. اكيد اكيد هو تعاون. احنا ان شاء الله هنا انا كممثل ذات مقيم ومسؤول قاطع هنا، يعني هو احنا دائما طبيعه الاداره نتعاون ويا الشركات. يعني احنا الشركه ودات المسموقين خلينا نقول بيت واحد، فذاك احنا الشغل مشترك. العمل مشترك ان شاء الله، فالعمل متواصل ان شاء الله وما عندنا اي مشكله ان شاء الله. اريد اسالك استاذ فاضل على قضيه الاشارات المروريه، وعدكم الحواجز اللي راح تكون على جانبي الطريق، شنو الاليه وشلون ذني اتفاقكم مع المرور لو هذا تنفيذكم؟ احنا استاذ احنا هو من ضمن التعاقد شركه داشور واحنا المقيمين عليه، ايضا هو اكو علامات مروريه. العلامات المروريه يعني العلامات خلينا نقول على الجانب الايمن الايسر من المين رود الارشاديه، وايضا اكو علامات توجيهيه اللي يعني تحدد المنطقه والذهاب المدينه معينه، وهاي بس هاي انه خلينا نقول من متطلبات تاثيث الطريق. هاي يعني حد ما ينجز الطريق تجي تنفذ هذه الفقرات، فقرات تاثيث الطريق اللي بعد ما تخلص الاعمال، كل الاعمال الترابيه واعمال الاسفلت يبدا اعمال تاثيث الطريق اللي هو الهاند ريل والقادر السياج واقف السياج واعمال تاثيث ما تخطيط وعلامات ارشاديه ان شاء الله. هنا مناطق سكنيه هسه راح او عندنا مناطق سكنيه راح يكون لها طريق محدد وبعد حاليا استاذ عندنا بس تقاطع، بس احنا هنا ان شاء الله يعني هو يرادهم هنا جسر مشاة، هنا ضروري يعني تنفذ جسر مشاة، فعندنا جسر مشاة بالكيلو 400، وهنا ان شاء الله بالكيلو نطرح هذا اكيد الناس يحتاجون جسر مشاة. الطريق اللي هو ايضا هذا الطريق يوديك الى مدينه المحموديه يربط بين الطريق الدولي السريع طريق رقم 1 تقاطع اليسفير المحموديه، يعني الطريق الدولي يربط بالمجسر اللي يوصل للكراده. بس طبعا بالضبط كراده رأسة تقريبا يعني اللي هو الطريق 14.5 كيلو، بس حيختصر يعني تعرف الطريق القديم بي لود عليه فيخفف الترافيك على الطريق القديم، ويعني هذا طريق رئيسي وطريق حضاري، وهو مشابه طبعا اذا طريق ابو غريب السريع اللي هو طوله 20 كيلو من نفذ الثمانينات، فنفس الفكره هذاك مدخل بغداد الغربي من الطريق الدولي للمدينه، وهذا من مدخل من الطريق سريع الجنوبي للمدينه، بس هذا 14 كيلو ذاك 22 كيلو. اي فهذا اي موفقين ان شاء الله. ان شاء الله استاذ الله يخليك يحمل ولادك. الاليات هم لهم حصه. ها اي يلا سلام. الاليات حياك الله. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك عمي؟ شلون صحتك؟ رحم الله والديك. شلون امورك؟ والله الحمد لله. الاليات لازم هم ياخذون لهم حصه. اي رحم الله والديك. شلونك؟ الله يحفظك. طمنا عنك، شلون شغلك؟ والله شغلي الحمد لله وشكر زين، ماشي والحمد لله ناجح. بس هي لا الله يلتفت لنا باضافه الخدمه يكون ما بيها دفع فلوس. أيوة. احنا بخير وكانها دفع بفلوس. أيوة. احنا راتبنا ما يساعد. لا ان شاء الله الاخوان حاطين هذه النقاط الاولويه. من جلسوا وصوتوا شو اسمه مال الخدمه مال العقيد، احنا كنا عقود. أيوة. بيها 15 سنه وبيها 20 سنه. زين بروح ابوك هاي لا تريد لها 3 ملايين. اي كل سنه 300. ايه زين الى انا منين اجيب 3 ملايين؟ الى راتبي الله 350. ايش عجب هسه انتم الشركات يعني استاذ سيف يعرف بموضوعكم ومدير الشركه. شو اسمه درجاتي تعيننا درجه 140 الف. زين انت مو راسا صاعدة الاسكان، خاصه الاسكان قبل بحرب ايران تصعد. بحرب ايران تصعد يعني، بس هسه بدايه من وراء السقوط وياي ما تصعد، ما ماكو لا اشغال لا ما ادري شنو. ايه
ويردون انا هسا عندي بالنسبه لي عندي خدمه 9 سنين عقد و7 عسكريه زين اللي اضيفهن ويصير 16 سنه وعنده 12 سنه فعليه يصير 32 سنه 34 حتى من هذا اي تقاعد زين هاي زين لا يردون منها فلوس انا منين اجيب ال3 ملايين ويردون من عنده 3 ملايين من اللي يريد منك 3 ملايين شركه اي والله من ضمن قوانينها اي من ضمن القوانين زين انا منين اجيب ال3 ملايين يلا قوه مدبر نفسه وعيشتي زين اليوم يعني 300 اكو واحد راتب والله الشرطي يقبض 1.25 مليون مليون ونص ويقول ما تكفي زين احنا موظفين وهاي ما تكفي هذه زين لما تدفع ضمان وتدفع هاي سنه مع السنه يعني 285 صرت هذا راتب والله والله مو راتب كلش قليل بعد ما ادري هاي يومكم يوم انا راح اسولف فيها بالله الكريم رحمه الله استاذ سيف وايضا مكتب الوزير ايضا موجودين هم راح اوصل لهم هاي الرساله ولا معاملات وكملنا واجهنا قالوا لنا كم عددكم عدنا فيها 7 بالسماوه 7 نفرات احنا بالسماوه والله البصره والدياله وش اسمه لسه بعد والله احنا بس جماعه السماوه هسه جماعه السماوه سبع نفرات العدد الكل تقريبا ايش قد اي والله اي والله بالاربعين اي 40 40 اكثر 40 كل اي هاي تثبتنا من 2009 من 2009 ثبتنا الوزير محمد الدراجي راح نسولف فيها ونعطي تفاصيل ما عندنا فلوس إن ندفع ضمان يعني راتبك وين كفاسة الشرطه انا جبت لك النفط واكو ناس تقبض مليونين وبو مليونين وبو مليون ونص يقدر بس اي بس احنا مو 300 280 وين تقدر انت تدفع ضمان ها عيشتك وشلون انت وطبيبك ومريضك وهاي وهذا السوق غالي انت شوف الطحين ب 40,000 طحين صحيح اي انا راح اسولف فيه اي والله رحمه الله لوالدكم رحمه الله احنا موجودين احنا وياكم زين جزاك الله خير يا حبيبي عمي حياك الله حياك الله يديمك الله يحفظك ان شاء الله ان شاء الله سهله 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 راح نسولف فيها راح نسولف فيها يا سهلة 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 لا سهلة 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 حبيبي عمي هذه واحدة من المشاكل لأنه احنا برنامجنا ميداني والناس تعرف انه برنامجنا يعني يتواصل مع الجميع وقضية انه التواصل والتواجد الميداني ايضا مع الناس بشكل مباشر وإيصال أصواتهم ولا ظهر من ينزل من آليته حتى يتحدث ويانا هالدقيقتين او 3 ويوصل صوته وزملاء اللي وياه فعلا انا راح اتحدث مع السيد مدير الشركة استاذ سيف واكيد ما راح يقصر نرجع الى الطريق وتفاصيل الطريق واللي الان الاليات تقوم بعملها بهذا الشكل تحديدا حتى من بعد هذه الدقائق الاخيرة حتى نختم لكن عندنا رسائل هواية اريد نسولف فيها اولا انه الاهتمام وأخوتنا مواطنينا الأحبة اللي موجودين في هذه المناطق سواء زراعية أو سواء مناطقهم مناطق سكناهم احنا الطريقة والدليل حتى نكون يعني نكون نصل إلى مبتغانا هو بإيصال رسالتهم الطريق طريق عام وطريق رئيسي يخدم كل الناس ما يخدم فقط اللي جاي من الناصرية أو جاي من البصرة أو يخدم فقط أهل السماوة لا هذا طريق يخدم الجميع وبما أنه خدمة للجميع لازم كنا سواء قنوات تلفزيونية سواء المهندسين سواء المواطنين سواء الفلاحين اللي موجودين لازم نتعاون حتى على الأقل العمل يستمر والمقاول وصاحب الشركة من يشوف الناس متعاونة وياه ويشوف المهندس أنه الناس متعاونة وياه طبيعي جدا تصير ردة فعله هي إيجابية وإنجاز يكون بها إنجاز للطريق ويكون بها إنجاز لكل المشاريع مو فقط أن الطريق لكن من أنت تعارض والمواطن يصبح مشكلة أو عثرة حجر قدام المشاريع فطبيعي لا المستثمر ولا المقاول ولا صاحب الشركة يقدر أنه يقاوم نتمنى الصحة والعافية لكل من يشاهدنا نتمنى الصحة والعافية لكل مهندسينا
الأخوة العمال العاملين في هذا المشروع. نتمنى أنه أيضا بغداد تكون بمستوى الطموح واللي نتمناه، أنه المشاريع وأغلب المشاريع أن تكون أنه لحل أزمة بغداد. تقبلوا تحياتي أنا أحمد الركاب وزملاء اللي رافقوني اليوم، مصور علي فلاح ومساعد مصور عمر. نشوفكم باكر بخير وسلامة، وواحد من الناس يوم عزاء قلوسي الساعة 9 الصبح، والإعادة الساعة 4 العصر والساعة 12 بعد منتصف الليل. نشوفكم بخير وسلامة، إلى اللقاء.